اهلا بيكم في فيديو جديد، موقع جديد للربح من الانترنت زي ما انتم طلبتوا في الكومنتات. موقع سبين تو ماني. الموقع عباره عن عجله حظ بس كده، كل اللي انت بتعمله بتلف عجله الحظ وتبدا ان انت تجمع فلوس ليك مره واحده كل يوم. هنتكلم دلوقتي عن الموقع بالتفصيل، ريفيوه كامل عن الموقع، والسؤال الاهم، الموقع هيكمل ولا لا؟ ده سؤال او ده اهم سؤال بنساله طبعا في فيديوهاتنا هنا. ولكن قبل ما نروح للموقع يا صاحبي، عايزك تنزل تصلي على النبي في الكومنتات. لو في اي موقع عندك بتشتغل عليه وبتسحب منه فلوس سيبه في الكومنتات. لو في اي موقع انت شاكك فيه سيبه برضه في الكومنتات. ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه هنتكلم عليه. دلوقتي تعالى ونقول يلا بينا. اول حاجة دي واجهة الموقع، تمام، بيقول لك يتقاضون رواتبهم يوميا. طبعا ده بيقول لك ان السحب يومي والكلام ده كله. بنعمل حساب على الموقع، ما تعملش حساب الا لما تشوف الفيديو كامل. بيبدأ ان هو يقول لك انضم للتليجرام بتاعنا والكلام ده، فهنقول له لا استنى قريبا ان شاء الله. دي بقى الداشبورد او لوحة القيادة، بيعرفك انت كسبت قد ايه، معاك قد ايه والكلام ده كله يعني. فاحنا هندوس على ايه؟ على الثلاث شرطات اللي على اليمين فوق، تمام؟ هتفتح لنا شوية حاجات او خيارات من ضمنها غزل، هتدوس عليها، تمام. ليه بيقول لك رصيد الحساب صفر؟ طبعا مفيش اي حاجه. تحت كده هتلاقي برضو كلمه غزل، لما تدوس عليها عجله الحظ دي هتلف، تمام، وتورثك بقى. يعني انا اخدت 26 يعني ربع دولار، تمام. وطبعا ليك مره واحده كل يوم. طب انت لو عايز تزود عدد عجلات الحظ ديت، يعني تخليهم اتنين، تخليهم اربعه، سته، هتعمل ايه؟ لازم تدفع فلوس للموقع يا صديقي. طب انا خلاص يا احمد، انا هشتغل كده كل يوم لحد ما اجمع الحد ان انا اسحب. ايه هو الحد الادنى للسحب؟ 5 دولار. طب انا هجمعهم يا احمد واسحب، ينفع؟ ما ينفعش يا صاحبي. ليه يا صديقي؟ لان هو بيقول لك عشان تسحب ال5 دولار دوت لازم ان انت تعمل ايداع في الموقع، وده شيء مش كويس طبعا بالنسبه للكل مش للبعض. مفيش واحد هيبدا ان هو يحط فلوس وبعد كده يسحبها. طب ما انا اسحبهم يا سيدي. لا ما ينفعش يا صاحبي. دي حركه ذكيه من الموقع عشان يقول لك تسحب ال5 فلازم تدفع. طب تدفع كام؟ اقل حاجه تدفعها كام في الموقع عشان تسحب الفلوس بتاعتك؟ 20 دولار يا صديقي، زي ما هو قدامك كده في الصورة، دي أقل حاجة تقدر إن أنت تدفعها. طبعا هيزود لك عدد لفات العجلة الحظ دي، يخليهم 2 بدل واحدة، تمام. وطبعا أرباحك هتزيد، يعني هتاخد لك في اليوم من أقل حاجة $36 وأكتر حاجة $4. طبعا في شوية حاجات تحت كده، احنا مش هنكمل طبعا في موضوع العضويات اللي تحت دي، احنا قلنا بس اقل حاجه. تعالى نروح لموقع تقييم او فحص المواقع. الموقع يا جدعان زي ما هو قدامك كده واخد 1 من 100، 100 دوت اللي هو امن 100%، واحد مش امن 100% طبعا. الموضوع صعب يعني. المهم نكمل بس كده. عندك بقى نقاط بارزه او سلبيه، يعني حاجات كتيره جدا، انا اول مره اشوف الكم ده في موقع. اي حد معدي بيقول له خد دي معاك، انت كان جاي شايل الليله يعني. اول حاجه صاحب الموقع خاف يا هويته. تاني حاجه تم الكشف عن تقرير برامج الضرر لهذا الموقع، يعني بيديك او بيحمل لك برامج ضرر على الموبايل بتاعك. تالت حاجه بيبعت رسائل على البريد اللي انت متسجل بيه. الموقع عمره قصير، الموقع بيبيع منتجات مزيفه، انا ما شفتش في الموقع الكلام دوت، ولكن ممكن في الاعلانات اللي بتظهر. تم الابلاغ، يعني الموقع ناس كتيره جدا بلغت عليه ان هو عمليه نصب، ناس كتيره جدا، وده اول مره اشوفها صراحه في موقع ان ناس مبلغه على موقع، والموقع لسه زي ما انا قلت عمره قصير، بقاله شهرين، في موقع بقاله شهرين ومفيش حد كتب كومنت. لا، الموقع ده ناس كتيره جدا كتبت كومنتات على الموقع دوت وقالت ان الموقع يا جدعان نصاب، وبعد ما دفعت فلوس لا سحبت الفلوس اللي انا دفعتها ولا ال5 دولار اللي هو قال لك تسحبهم. فالموقع يعني في حاجات كتيرة طبعا، انا يعني لو كملت فالموضوع صعب. الموقع بقاله شهرين او 3، اسف، انا بعتذر لك، هو الموقع الصالح. بالنسبة للدومين بتاعه فهو اخره 1/4/2023، يعني هينتهي في 1/4/2023، ده لو استمر يعني. انا اتوقع ان الموقع ده فترة قليلة جدا وهيقفل.
ليه؟ لان الموقع زي ما انا قلت ناس كتيره جدا يا جدعان، انا اول مره اشوف الكم من الكومنتات على موقع زي ده ان هو نصاب. فالموقع موقع احتيال، هياخد الفلوس منك مش هيديها لك تاني. فنصيحه منك بلاش تشتغل على الموقع، نصيحه مني بلاش تشتغل على الموقع. بس كده يا صاحبي، ده ريفيو عن موقع سبند تو ماني. اتمنى ان الكلام ده يكون خفيف على الناس اللي بتتعصب للموقع لو سحبت منه دولار واحد. بس كده صاحبي، ده الموقع، واشوفك في فيديوهات تانية. سلام.